داكم تجيب الجديد اليوم كنصافي عليكم هاد لاباك دو مارياج اللي كيجي بحال هكا فيها التويج اللي كيخليك اون برينسيس فيه سوليتير اللي فيه كارو داك سوليتير راه محجر من الجناب وفيه هنا هاد السفيف سامبل غادي نحاول نوريه لكم عن قرب لاباك كتجي بحال هكا تجي غزاله سوليتير راه ما لاصقش راه كيخرج هكا بلا كتجي بحال هكا اللور ديالها كيجي على هذا الشكل كتجي غزاله واللبسه ديالها غادي نحاول نلبسها لك باش تشوفيها كيفاش كتجي اللبسه ديالها كتجي انيقه وزوينه شي حاجه مودرن كتجي بحال هكا هاد التاج اللي كيبقى مهزوز هكا وكتجي بحال هكا من الداخل كنتمنى ان لاباك دو مارياج اللي اقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم الى بغيتو تعرفوا لي زانفورماسيون على غادي تلقاو كلشي في لاباك دانفورماسيون ما تنساوش تكليكيو على جرس احدى ابوني باش تبقاو توصلوا بجديد ديالنا ومرحبا بكم معنا قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك و الى بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو